السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكاطو. هاد السيمانه تقريبا غدوز عندي كلها كاطو. كنوجد شي حاجه حتى الاخر ديال ملي نكون غادي نديرها ان شاء الله، وغندير معكم فلوق وغنقول لكم شنو هي وغنشرح لكم علاش تندير هاد الكاطو كامل. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غندير معكم كاطو سميتو بوسو لا تمسو. علاش بوسو لا تمسو؟ لانه كيجي هشيش بزاف، كيدوب في الفم. الا قصتيه هكا شديتي ضغطتي عليه كيتهرس. داكشي اش كيقولوا له بوسو لا تمسو. غنحتاجوا ليه انا عبرت معكم بالزلايف لا فارين، غنخلي حتى الاخر عاد غنقول لكم شحال قدتني من زلافه. هنا عندي السكر كلاصي اللي غادي نفندو فيه مباشره من اللي يخرج من الفران. هنا عندي نص زلافه ديال سنيده، هيا غنديرها ديريكت هكا باش ما نخسروش الوقت. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده على درجه المطبخ. هنا عندي زلافه ديال النوازيت، انا درت النوازيت، مي تقدروا ديروا اللي عندكم. يعني عندكم الزنجلان حمصوه شي شويه وطحنوه وديروا زلافه، عندكم اللوز الكاوكاو اللي كان. انا درت النوازيت حيت كتجيني زوينه بالنوازيت وكتعطي واحد النكهه زوينه بزاف. وهنا عندي لافارين كما قلت لكم، غادي ندير ان بانسي دو سيل غير هكا تصحيح الذوق وصافي. نبداو على بركه الله. بسم الله. ضروري ما تكون الزبده شويه هكا على درجه المطبخ. كيف ما كتشوفوا معايا انا تعمدت ندير سنيده وما نديرش سكر كلاص. علاش؟ حيت مجربه بسكر كلاص ومجربه بسنيده كتجيني احسن في الخدمه بالسنيده كسكر كلاص. صافي كتخدموها مزيان حتى كتحسوا بداك سنيده دابت، وهذيك الزبده ديالنا حتى هي هكا كيف ما كتشوفوا كتولي بحال اون بوماد. صافي كنزيدوا عليها النوازيت وكنخدموها. ندخلوا هاد النوازيت حتى هي مع الزبده وهانتوما معايا. هنا غنبدا نضيف لافارين بشويه بشويه. الا لاحظتوا راه ما درتش فيها الخماره. نضيف المواتي وغنشوف كيفاش غادي كما كتعرفوا الزبده. كما شفتوا راه ما درت فيها لا زيت لا والو، دونك ما غاديش تهز ليا رفاعين بزاف. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كيكون كفحال هكا. انا في هاد اليد حيت خدمت بها داكشي اش كتلصق، اما هاد اليد ها هي ناشفه كتقيس هكا كتبقى يدك ناشفه. ها القوام ديالها تيكون كفحال هكا، داكشي على حسب كيف ما شفتوا معايا. درت غير زلافه ديال الدقيق، ولكن داكشي تيبقى على حسب الزبده، النوعيه ديال الزبده اللي درتي كيفاش هي. انا درت الزبده بريزيدون، ما عرفتش كل واحد وكيفاش غادي يدير. المهم يدير هاد يكون على هاد القوام هكا، ها شفتوا معايا ما كيلصقش في اليد. صافي غادي نغسل يديا وغادي نرجع باش غادي نكركبها وهانتوما معايا. انا درت الفران على درجه 200 غادي يسخن، وغادي نقص عليه 180 وغادي نخلي الكاطو ديالي طيب على خاطرو. انا غادي ندير له غير هكا
ما نكذبش عليكم خوتي وخواتاتي، هاد الايامات كامله ديال شهر 12 عندي، لا ما عنديش، لا فريمون ما عنديش، عندي جوج رانديفوات في النهار. ايوا دابا غادي ندير هاد الكاطو، نمشي عندي واحد الرانديفو باقي راها شحال دابا 8:50، حطيت الوليدات في ليكول وجيت بديت معاكم الكاطو. غنستمرك بحال هكا، ما ياخدش معايا الوقت بزاف، لان هاد الكاطو ماشي زعما انا في الحقيقه والله العظيم هاد الناس اللي كنصاوب لهم هاد الكاطو يستاهلوا ما احسن من هاد الشيء، يستاهلوا الكعبه، يستاهلوا الشكيلات ديال اللوز، ولكن الله غالب عندي الرانديفوات بزاف وهذاك الشيء كياخد الوقت. قلت غادي ندير لهم كاطو هكا حتى الاخر كيف ما قلت لكم، وغنقول لكم شكون ماشي الاخر ديال الفيديو، الاخر اللي غندير فيه الفلوج اللي غنعطيهم الكاطو غتعرفوا شكون. باش ما نطولش عليكم هاني فنت الكاطو ديالي، غادي نديرو في واحد الطاسه وغادي نخزنو حتى الوقت اللي غادي نحتاج باش غادي ندير معاكم هذاك الفلوغ ان شاء الله، وغادي نجبدو وغادي تشوفوا كيفاش درت كيفاش غادي ندير ولمن غنعطيه كما قلت لكم سمحوا لي. بالنسبه لهاد الكاطو وخرج ليا 70 حبة، 70 وحيدة هكا كاطو، كيجيو زويونين، نحل معاكم وحدة كيجيو معلكين. بالنسبة اللي ما بغاهمش هكا يسيحو ولا يجيو هكا ودايرين، يزعم شي شوية ديال لافارين وغيبقاو عندهم مجموعين كيف ما حطيتهم. صافي انا كيعجبوني بحال كيجيو معلكين، ما نقولش لكم جربوهم وردوا عليا صافي غادي نجمعهم على ما نكمل، لان انا بغيت ندير واحد 4 ولا 5 حتى 6 ديال الانواع. المهم ما نهضرش بزاف حيت ما عرفتش واش غيبقى عندي الوقت ولا ما يبقاش عندي الوقت، داكشي اللي درتو غنبارطاجي معاكم. صافي غادي نجمعهم هنايا في هذه الطاسه واستودعكم الله، تهلاو في راسكم والسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. سلامه.